عقد رئيس هيئة الدواء مؤتمر صحفي للكشف عن الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الأدوية. المؤتمر ده تناول الإجراءات الطارئة والخطوات اللي اتخذتها الهيئة العامة لتأمين الأدوية من أجل تأمين هذه الأدوية في السوق المحلية والتغلب على العقبات خلال الفترة الماضية والعمل عليها وتوفير هذه الأدوية تدريجيا بموجب تدابير معينة اتخذتها الدولة المصرية. استعرض أيضا عملية التنسيق مع شركات الدواء والمستوردين من أجل تدفق الأدوية الحيوية للأسواق المصرية. بنبني مخزون استراتيجي من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء لأهم المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري. فده اللي احنا بنعمله النهاردة. توفر الدواء معناه كمان ان لازم يبقى موجود في كل سلسلة الإمداد ابتداء من الصيدلية للمخزن للموزع وبالتالي رجوعا للمصنع. فده احنا بنبص على كل سلسلة الإمداد من البداية للنهاية.